اللهم مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله، حيث تبقى المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات من الأمطار في عموم المنطقة الوسطى والشرقية وأيضا منطقة الربع الخالي وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار المتفرقة والخفيفة، 15 درجة مئوية كحرارة دنيا، أما الملموسة 14، نسب رطوبة عالية 87%، أما الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة شمالا، سكاكا 28-18 مع تفرق لبعض الغيوم، تبوك 30-17 تفرق لبعض الغيوم، عرعر فرصة لبعض زخات الأمطار 29-20. بالانتقال للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة 32-19، المدينة المنورة 32-20، مكة المكرمة طقس حار 36-22، أما الطائف طقس صافي 27-16. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تهطل زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها وجازان، جازان تسجل 30-28، أبها 22-13، الباحة 23-15. أما المنطقة الشرقية نبدأ بالدمام 29-20 مع تفرق لبعض الغيوم، حفر الباطن طقس صافي 30-20، أما الإحساء 28-18. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض 29-18 مع فرصة ضعيفة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال ساعات النهار، بريدة وحائل طقس صافي 27-16 في بريدة، حائل 25-15. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.